تشارك هيئة أبو ظبي للتراث في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية في موسمه 21 كشريك تراثي. نستعرض من خلال هذه المشاركة أجندة فعاليات هيئة أبو ظبي للتراث لموسم 24-25، وكذلك ترويج للصيد المستدام من خلال محمية المرزوم اللي راح تفتح إن شاء الله أبوابها للزوار في شهر 11 إن شاء الله القادم، كذلك لإطلاق مهرجان الظفرة وجدول فعاليات مهرجان الظفرة ومسابقاته ابتداء من مزاينة السويحان ورزين ومزاينة مدينة زايد وختاما بمهرجان الظفرة في شهر 1 القادم إن شاء الله.